Net Radio. Net Radio. نعطيك واحد الدجاج معمر عادي ممكن يا اما دجاج اما كوكلي واخا تفضلي كناخذ نعطيك القياس يعني يا اما ديال 6 الحبات ديال الكوكلي اولا تقريبا 2 دجاجات كبار كناخذ بالنسبه للتوابل كنديروا شويه ديال كناخذ واحد القصعه وكنديروا فيها شويه ديال الملحه غير شويه ما نكثروش كنديروا البزار تقريبا واحد المعلقه صغيره ما عامراش كندير واحد المعلقه صغيره عامره مزيان ديال السكينجبير معلقه صغيره ديال الخرقوم والتحميره كندير واحد 6 دروس ديال الثومه محكوكه وواحد اللب ديال نصف حامضه مصيره وعصير ديال نصف حامضه واحد المعلقه صغيره ديال السمن ومعلقه صغيره ديال الهريسه واحد المعلقه كبيره عامره مزيان ديال الموطارد اييه واحد الضويمه ديال الزعفران او ممكن تستعمل شويه من الزعفران الشعره اللي متوفر عندها وهاد الاضافه هذه راه كتعطي لها الدجاج او الكوكلي واحد المذاق رائع كندير واحد المعلقه كبيره عامره مزيان ديال التوابل ديال الشواء التوابل راه كيتباعوا عند جميع اللي كيبيعوا لوازم الحلويات او اللي متوفرين عند العطاره وكنضيفوا واحد تقريبا معلقه او جوج معالق كبار ديال القزبر والمعدنوس وشويه ديال صلصه الصوجا وعصير ديال نص حامضه كنخلطوا هاد التوابل هادو كاملين مزيان بشويه ديال الماء وكندهن بهم داك الكوكلي او الدجاج مزيان كندهنو مزيان من الداخل بديك لاصوص وعاد باش كندهنو من برا هذه اللي كنا غادي نطيبوه يعني في الغداء من الاحسن يا اما نديروه بالليل ونبيتوه يا اما الصباح بكري باش كيتشرب لينا ديك العطريه وحتى اللحم ديالو يعني كيهرى كيجي فتي وطايب صافي كنخليوه على جناب وغادي ندوزو يعني بالعماره اللي غنعمروا بها هذا كناخذوا واحد المقله كنوضعوا فيها واحد جوج ديال البصلات يكونوا مشلطين رقيق كنخليهم حتى كيتشحروا مزيان كنضيف ليهم شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار شويه ديال التحميره والكمون كنحرك مزيان حتى كتبدا تذبل لي ديك البصله وكنضيف عليها الكبده اللي تتكون مسلوقه قبل بالنسبه يعني ملي كنبغيو نسلقوا الكبده كناخذ واحد الكسرول نديروا فيها المغليان وكنضيف واحد جوج دريسات ديال الثومه وشويه ديال الزعتر وكنخليوه يعني حتى كطلع فيها الغليه تتغلى شويه ومن بعد كنصفيوها وكنقطعوها وكنضيفوها على هاد الحشوه هذه طبيعة الحال يعني ديك الكبده اللي غتبقى لينا من الدجاج اولا من الكوكلي من بعد يعني ما كيتشحر يعني الكل كنضيف واحد المكعب ديال الشعريه الصينيه هذيك ديال الروز المعروفه اللي تتكون يعني سبق لينا درناها في المغليان ومن بعد قطعناها كنوضعها مع هاد الحشوه هذه وكنضيف شويه ديال صلصه الصوجا والزيتون مقطع كنعاودو نقطعوه رقيق وشويه ديال القزبر والمعدنوس كنخلط هادشي كله مزيان ومن بعد كنبدا نعمر به هذاك الدجاج ديالي ما نعمروش بزاف غير باش ما يتفرقعش في الفران ومن بعد كنسدو ليه دوك الرجيلات اما بالخيط ديال الطياب اولا بخيط عادي يعني باللي عندنا صافي ومن بعد كناخذ واحد الصفيحه ديال الفرن وكنفرش ليها البصله تتكون مشلضه وكنوضع عليها هذاك الدجاج كنغطيه وكنوضعو في الفران دغيا تيطيب هو كنديروا ليه بابي كويس يعني ورق المطبخ من الداخل من الفوق وعاد باش بابي الومنيوم يعني باش كيتزمت ودغيا تيطيب اييه وداك السخونيه وداك البخار كيرجع ليه فعلا كيجي اللحم فتي دجاج ولا كوكلي صافي كنخليه يعني حتى تيطيب من بعد تنخرجوه تندهنوه يعني بالصلصه كنديروا فيها واحد تقريبا 2 معالق ديال الزيت وواحد شويه ديال الهريسه وشويه ديال الخرقوم وصلصه الصوجا
كنخلطوا هادشي كله، تندهنوا بيه الوجه ديالو، تنعاودوا ندخلوه الفران، العافيه تتكون مهيله من الفوق ديالو حتى تيتحمر، تجي ديك التحميره زوينه فعلا. مع هاد الخلطه اللي درتي عاوديها للمستمعات الا سمحتي لي، فيها السوج هكا اللي كندهنوا بها الدجاج، لانه فعلا دائما كتجي طلبات كثيره على باش نحمروا الدجاج ويجينا يعني اللون ديالو ذهبي، وهي فعلا ملي كتزيد ديك الاضافه ديال السوجا ما كتعطيش ديك الملوحه، ما كتعطيش شي مذاق، ولكن كتعطي واحد اللون اللي هو يعني ديال الدجاج محمر. اييه، و سميتو ملي كن يعني ملي كنديروا الزيت كيجي احسن من الزبده، يعني الزبده بحال دغيا كتحمر ما كيجيش موحد. اييه، كنديروا جوج معالق كبار ديال الزيت مع شويه ديال الهريسه وشويه ديال الخرقوم وصلصه السوجا. اييه، كنخلطوهم كاملين مزيان وكندهنوا به داك الدجاج ديالنا اولا الكوكلي. من بعد هذيك البصله اللي فرشنا من التحت وداك الدجاج كيطلاق لينا داك لاصو، كنحيدها كنديرها في واحد الكاسرول وكنضيف ليها واحد الكاس ديال الماء وكنخليها شويه تغلى. نقدروا الى عندنا الكبده نزيدوها ليها، ولا عندنا مثلا الزيتون اللي عندنا، كتجي واحد المريقه مدغمره. اييه، كتجي هذيك نرافقوها من الجوانب ديال داك الطبق. صافي، من بعد يعني هاد الكوكلي هذا نقدروا نرافقوه بالروز. كناخذ واحد الكوك يعني كوكوط، كنضيف ليها واحد البصله اللي مشلضه صغيره، كنضيف ليها الفلفله مقطعه الحمراء والخضراء يعني اللي توفر عندنا، ونقدروا نديروا حتى الجلبانه فهي دي يعني كاينه دابا موجوده. وكنضيف التوابل، كندير شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال التحميره والكمون، وكندير بودره ديال الثومه اولا شي جوج دريسات ديال الثومه محكوكين، والعطريه ديال الدجاج اللي توفرت عندنا ندير واحد المعلقه صغيره. كنخلطوا هادشي كله مزيان، ومن بعد كنضيفوا تقريبا واحد زلافه ديال الروز وكنخليو الكل حتى كيتشحر، كنضيفوا عليها واحد جوج زلافات ديال الماء، وكنسدو الكوكوط وكنخليو داك الروز ديالنا حتى كيطيب تقريبا واحد 20 دقيقه كنلقاوه طاب. من بعد كنفتح عليه وكنضيف ليه شويه ديال القزبر والمندنوس، صافي. وكنوضعو داك الكوكلي اولا داك الدجاج ديالنا في الطبق، كنضيفو ليه داك الروز وكنديرو يعني نديرو خضيره هكا مبخره من الجوانب. ميت راديو، ميت